فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين. نعم، هذا الحديث الصحيح أنه من كلام عمر، أو هذا الأثر الصحيح أنه من كلام عمر رضي الله عنه، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. وعلى كل حال معانيه صحيحة، لو أن المسلمون أخذوا بهذا المنهج لا حصلوا على الفوائد العظيمة، أما إذا تخلوا عن ما هذا المنهج في هذه الخصال فإن ذلك يجر عليهم ضعفا ونعومة تتنافى مع الرجولة والشهامة. نعم، ما أشرتم إليه من أن هذا يعني أمر أيضا مهم في الصحة هو ما نزل الآن في الطب البديل، أنهم يوصون بالمشي حافيا وعلى أرض ذات حصباء يعني محتملة. لا شك في هذا، أن المشي فيه مصالح، والمشي بدون نعال أيضا فيه مصالح، لكن من غير ضرر. إذا كان فيه ضرر فالمسلم يتجنب الضرر، لكن المراد بعدم الانتعال الذي لا يترتب عليه ضرر. وديننا دين الاعتدال، لا ضرر ولا ضرار.